نموت ونحيا على عهدها حياة الكرام وموت العظام. إزاي؟ 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 محتشدين؟ إزاي؟ 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 محتشدين؟ بالنسبة لي لو ندخلوا في التفاصيل الإجرائية وجميع الفروقات التي حفت بالملف خلال هذا الأسبوع فقط، فإنه يحب لنا ندوة علمية أكاديمية باختصار. اليوم ينتهي أجل 14 شهر، هذه استثنائية اليوم الخميس 18 أبريل ينتهي بالنسبة لشخصين اللي هما خيام التركي وكمال طيف، بالنسبة لبقية المجموعة ينتهي يوم غد. إذا المنطلق، وبالتالي الحرص الشديد اللي تشوفوا فيه على أنه اليوم تنعقد جلسة في دائرة الاتهام يعود لذلك، علما أنه في هذه اللحظة عندي زملاء في القبر قاعدين يسجلوا في استئنافه، استئناف في 4 أيام. في نفس هذه اللحظة عندنا دائرة اتهام متعهدة بالملف عندها جلسة تريد النظر من أجل تصحيح الإجراء، أو بالأحرى مش تصحيح الإجراء، من أجل خرق جميع الإجراءات القانونية. لماذا؟ لمنع السراح الوجوبي للمعتقلين. الحرية الحرية للمعارضة التونسية، الحرية الحرية للمعارضة التونسية. القضاة اللي حاجين يولدي نوم مش كيف بيهم، ومش الواصل مش كيف بيهم. جوهر ولدي مش يستين في غدوة قرار سريالي هذا، مش يستينف غدوة، لأنه حق من حقوق ولدي مش يستينف قرار باطل كما هذا، وغدوة الرابع يوم وما بقي كله خارج القانون، لأن الناس هذه اللي قاعدة تحضر في مصير ولدي في الفلحة تجاوزت القانون، ضربت كل القوانين، مش يروحهم قضاة، هم أعداء القضاء، القضاء هم يعملوا. فما إهدار المال العام، نقول لك فما إهدار المال العام. أنا كدفع ضرائب قاعد ندفع في شهرية القضاة اللي هم مش قضاة، اللي قاعدين يتجاوزوا كل 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 أبسط قواعد القضاء، يلزمهم يتحاسبوا. أنا بالنسبة لي أجرموا في حق ولدي، وغدوة ولدي يولي مختطف احتجاز قسري هو وجماعة كلهم. جاور عنده تهمة أنه عطاه نمره متاع أمنيستي، هنا متاع فرع أمنيستي، عطاه العصام. يا ودي لازر العكمي قالوا تتخبر مع جماعة في ليبيا، ولازر العكمي مشاش ليبيا من عام 79. البارح جاء معك شو اسمه هذه رئيس إيطاليا، جاء البارح السفير موجود اسمه في محضر الجلس في محضر البحث. شهادتي شهادتي بصراحة المعتقلين. التهم عبارة على وسيلة لتصفية قصور سياسيين. الحقيقة هو التوصيف العقلاني، احنا نعيش في واقع سياسي طاغي عليه حالة مرضية متاع اضطرابات صادية، معنا نعيش في واقع صادي بامتياز. يعني الاتهامات وقت اللي نشوفه ما نسب إلى المعتقلين اللي اليوم إذا ما تمش إطلاق سراحهم اليوم وغدوة رمشي يولوا محتجزين بشكل قسري، تهم أقل ما يقال عنها أنها مهزلة تعبر على واقع اللي أصبحنا نعيش على واقعه. يعني ناس عندها 40 و50 عام و30 عام نضال ديمقراطي وطني سلمي مدني، وقت اللي اليوم نشوفوا التهم المنسوبة ليهم، وقت اللي نشوفوا التقرير النهائي اللي تم تسريبه البارح على شبكات التواصل الاجتماعي لبعض المحاضر حول التقرير النهائي لختم البحث للمتهمين هذوما، يعني نقولوا أديو لتونيزي، معناها فريمون تونس وصلت لوضع معناها يحزن. ما نجمش نلقى الكلمات والتوصيف السياسي الحقيقة، لأنه وقت اللي باش نتحدثوا سياسة نتحدثوا على منطلقات وعلى تصور وعلى حجاج اللي بموجبها نعتقلوا قيادات سياسية ونعتقلوا مناضلين ونعتقلوا توانسة حتى مواطنين عاديين. أما وقت اللي تنتفي الحجة ونولوا نحكيه في التقرير النهائي على الماسونية ونحكيه على معناها التحاليل أغرب ما يكون أنها أقرب الروايات أدهم صبري من حجاج وقراءة اللي بموجبها ندينوا الناس ونحطوهم 14 عام في الحبس،
ونواصلوا نتعمدوا خرق الإجراءات القانونية ونتعمدوا الدوس على ما تبقى من دولة القانون، والهدف أنه الناس هذوما يبقوا رهائن، يبقوا في السجن باش ما يتمش كشف المهزلة اللي موجمها تم اعتقال الستة قيادات هذم. احنا نعتبر أن هذه حلقة تعبر على حالة الانحدار وحالة الخطر اللي وصلت وصلوا الوضع العام، وبالإضافة لكون اللي أكثر معناها خطر بالنسبة لنا كون دولة القانون أصبحنا في واقع مناقض ومعناها الضد ب 180 درجة لدولة القانون. ما عادش فما إمكانية للحديث على دولة القانون، ما عادش فما إمكانية للحديث على احترام الإجراءات القانونية، ما عادش فما منطق وعقل رصين وسياسي قادر أنه يتناول الواقع ويدين من ارتكب جرم أو من ارتكب خطأ مخالف القانون. أصبحنا نعيش في واقع الحاكم بأمره اللي هو متحكم بشكل قسري في كل السلطات.